يعني حتى الإيمان بالله، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نبي رسول بيؤمن بس بده يطمئن، هاي الطمأنينة مزروعة بكل إنسان أو غريزة بكل إنسان، كل واحد بده يطمئن. بتلاقينا بدنا نروح نقدم على معاملة جواز، معاملة في أي دائرة حكومية، كم مرة بتراجع الأوراق، هاي الورقة مطلوبة، وقبل ما تطلع بتكون مجهز الأوراق وعامل كل إشي وحاططهم بالفايل تبعك، وقبل ما تطلع وتروح على الدائرة اللي راي عليها بتقول معلش خليني أشيكن آخر مرة، خليني أطلع. طمأنينة النفس هاي قديش مهمة، كل إنسان بحاجة لها. وحنيجي بالحلقة القادمة إن شاء الله نحكي كيف منوصل لهاي الطمأنينة، كيف منوصل لرضا النفس.